حاجات يعني ميك اب، الميك اب عموما بتاع الظهور في الاماكن العاديه بيختلف عن ميك اب التصوير؟ اه طبعا، الميك اب التصوير بيبقى ميك اب سينمائي اكتر، يعني بتبقى مثلا الرموش بتبقى اطول، الالوان ممكن تبقى اغمق، لان مع الاضاءه الالوان بتبقى افتح، الاضاءه لما بتتسلط على الوش بتفتح الالوان، فبنضطر ان احنا نحط الوان اغمق. اما الظهور العادي في ظهور بالليل وفي ظهور بالنهار، فظهور النهار ده بتحتاج انك تحطي اقل قدر من الميك اب، اقل كميه من الميك اب على قد ما تقدري عشان تطلعي جميله، لان باكتر يعني بكميه بسيطه من الميك اب بتبان انك انت فجه في النهار. اما بالليل بتبقى يعني على حسب الوش، وعلى حسب الوش، في وش بالليل بالنهار لا هو مش محتاج ميك اب اوفر، يعني هو محتاج ميك اب سيمبل، وفي وش بيبقى بالميك اب التقيل السواري بيبقى تحفه. طب ازاي بقى بتحاولي ان انت او بتحريصي على ده في المسابقه النهارده، ان هي تكون جميله قدام الناس وفي نفس الوقت في التصوير برضو تطلع بنفس الجمال؟ اولا هو الميك اب النهارده اللي بتعمل الملكه ده ميك اب مسرح، فميك اب المسرح عشان خاطر في لجنه تحكيم بتقيم وبتشوف الوش، فانا لازم على قد ما اقدر اعمل اركز على الملامح، ابرزها، الكونتورنج بيبقى اكتر، لو مثلا اي لاينر بيبقى اكتر، اللاشز بتبقى اطول واكثف، الحواجب بنحاول نخليها اطول واعرض، بحيث ان الملامح نحط هايلايتنج كتير، بحيث ان الملامح نعمل عمليه كونتورنج للوش قوي والملامح تبان جدا جدا، عشان لجنه التحكيم تقدر تقيم الفيس اللي قدامها، لان مع الاضاءه كتيره ومع التصوير الكتير مش بتبقى باين لو هو سمبل.